السلام عليكم، شلونكم يا جماعة؟ شخباركم؟ أتمنى تكونوا بألف خير. يا جماعة، يوميا نشوف في المواقع التواصل الاجتماعي، نشوف الأولاد ما زينين ويا أبويهم. ليش؟ ليش يعني؟ ما متعوب عليك؟ ما يصرف عليك؟ مع الأسف يعني ذاك اليوم شفت مقطع يقطع القلب. فليش؟ والله لن يندم رجل ولا شهب ولا فتاة ندما أشد عليه من إذا وضع والده أو والدته في قبره ثم وقف تلك اللحظة ليتحسرن طوال عمره، لأنه أغلق في وجهه بابان كانت إلى الجنة. أما نصيحتي لأبنائي وبناتي أن تستغل وأن تلج إلى الجنة عن طريق الأبوين ما داموا أحياء. اسألوا من فقدوا الآباء والأمهات في بيوتهم، أظلمت البيوت وإن كانت كثيرة الأنوار والإضاءة وقلت البركة وإن كانت الأرزاق تتدفق على هذه البيوت. الله جل جلاله في كتابه يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تنسوني دعمكم، مشاركة ويا الأصدقاء ولايك، ولا تنسى اشتراك بالقناة. أشكرك، أحبكم.